حليفا تركيا في ليبيا ينقسمان رسميا، الخلاف تحت عباءة أردوغان، لكن طبول صدام مسلح جديد تسمع من العاصمة طرابلس. خلاف فايز السراج ووزير داخليته المعزول فتحي باشاغا هو خلاف بين عمودي حكومة الوفاق الليبية المسيطرة على الغرب، وصراع نفوذ ربما يؤسس الانقسام بين شرق وغرب غرب ليبيا. فماذا يجمع بين الرجلين؟ يجمعهما أولاً توجه وداعم واحد، الإخوان المسلمين وأنقرة، وتفرقهما رغبتان، النفوذ والسلطة. حسب مصادر ليبية فإن قرار السراج بإخراج باشاغا من الصورة سياسياً طفى على السطح بسبب توطيد العلاقة بين باشاغا وأنقرة. المعلومات كثيرة وكذلك التحليلات، إلا أن انفجار العلاقة بين السراج وباشاغا يأتي متزامناً مع أحداث ذات دلالات كبيرة. أولاً، زيارة غير معلنة لباشاغا إلى تركيا لم يتم خلالها التنسيق مع السراج بحسب مصادر ليبية. ثانياً، إلغاء السراج زيارة إلى تركيا لأسباب لم يعلن عنها. وثالثاً، وقف النار الذي أعلن عنه بما يشبه التزامن بين السراج ورئيس البرلمان الليبي عقيل صالح. خلاف الرجلين تحت عباءة أنقرة وتحت عباءتها أيضاً قد يحل، ربما لأن لا بديل عن الرحيل بالنسبة لها. الأول السراج يتسلح باعتراف دولي، والثاني قوي على الأرض في غرب الغرب مصراتاً.